السلام. نصبوا بلينا. نصبوا إن شاء الله البيتزا. كتكون بحال ديال الأسطورة. إن شاء الله. شنو فيها؟ بالقهرون والكونفليكس. القهرون اللي ما عندوش راه يدير الكفسة ولا الدجاج ماشي ضروري. هذه هنايا واحد نص كيلو ديال بين الفورس والفينو نص نص. بطبيعة الحال الفورس كثر. الفورس درته شوية كثر. هنايا عندي واحد بعد مطيشات حكيتهم. عندي هنايا الفلفلات شي جوج وحده خضراء وحده حمراء. عندي هنايا واحد شويه القمرون ميت ولا كما قلت لك ولا الكفته ولا اللي كان انا تصب عندي القمرون. وهذا النوع كيعجب تعجبني بالقمرون كتجي زوينه بالقمرون. لما كاينش كيقدر دير البديل. عندي هنايا واحد الحك ديال الطون. عندي هنا واحد الحك ديال دار المسوس. هذا ديال بالنسبه للعجينه دابا انا خلطت كلشي. عندي هذا الكونفليكس اللي غندير في الجنب ديال الذره. هذاك ما فيهش السكر. ما فيهش السكر. هذا موزاريلا باش غادي موزاريلا. هنا شويه ديال سميتو. دابا انا خلطت خربقت لك انا دابا المقادير. هنا شويه الملحه شويه الزبده غنديرو هنايا وهذه غنديرها في العجينه باش نديرها من هذا الشيء. تلقيتني الله كان رتب وانت شديتيني. غادي بيضا باش غادي ندهن بها الجناب ان شاء الله. والعطريه شنو عطاك العطريه شنو اللي باقي؟ شويه الخميره هنا شويه الخل. هذا بالنسبه للعجينه. المدافي مازال ما حكيتش. ها هو في المقراج المدافيش. عندي هنايا غير التحميره البزار صافي فقط ان شاء الله. خلاص الزيت هي من السما اللي ما كانش يدير غير بلديه ولا ربعيه. هذيك نيت راه بلديه. قلت زعما الا ما كاين اللي ما عندوش هذه السما العاديه يدير الزيت عاديه ان شاء الله. نبداو دابا بالعجين. هي بسم الله نبدا بالعجين دابا ان شاء الله. غادي نخلطو خلطت هذا الفينو مع الفورس. انا شي بعد مرات كنديرها في الزرع كندير حتى في الزرع كيجي زوين حرش وزوين. دابا مع هذا الحجر الصحي ما عندناش موجود موجدناش كنستعملو دابا غير الفينو. غادي ندير ديك الخميره ها هي الملحه الملحه كامل ما حطيتش ديال هذا الشيء. والخل ماشي مشكل راه ملحه باينه. بسم الله حتى غنخلط هذا العجينه ان شاء الله. نزيد هذا دانو بدا بامي الخميره تسدو ندير دانو باش ناخذ القياس ديال الماء. كيجي معاه حتى الحليب المجفف. تيجي معاه حتى الحليب. دابا هكا كان عندنا كنا هضرناه ولكن ما تصابش عندنا. دابا من الاحسن الناس السيدات اللي عندهم يديروا معلقه كبيره كيجي زوين. دابا عاد غناخذ القياس ديال الماء اللي غنحتاج دابا نبدا بالدان باش ما تجيش جاريه. صافي منين الجمعه غادي نرد عليك نقول لك كي داير الكون ديالها. صافي غادي ندير الزبده كما القاعده. درنا الفلفله تشحر ها هي قاتنا مطيشه كنديروها حتى هي كتبقى تخلي في هذاك الزبده يا ندخل فيها الزبده. علاش كديري الزبده في الاخر باش كتجي العجينه مقرمشه؟ كنت واحد السيده كانت سولاتنا علاش لا باش كتجي داينه باش كتجي العجينه مقرمشه ملي كطيب كتجي العجينه مكرمله زوينه. او يديروا الزيت البلديه ومن الاحسن يديروا الزبده هي اللي كتعطيك القرمشه او الضبيه اللي كتعطيك القرمشه. ما عندوش ديال الزيت ماشي مشكل. هي الزيت اذا كانت زيت كديرها في اللون. دابا الزيت غير بدا تهر باش ما غاديش تدخل لك على ديرها في العجينه. ديرها في العجينه ملي باش الزبده دير الزيت في العجينه في اللون. وحنا تدينا هكا كنديرو دائما داكشي كيولفنا كنتمنى تجي كلنا. مطيشه غادي تبدا غادي ندير لها العطريه وهذا غندير لها السلوفان. ندير لها السلوفان باش حتى تخمر. ندير لها العطريه ديالها وندير لها
ندير لها المعدنوس، ندير شويه الملح ديالها كما القاعده، ندير البزار بزاف ندير منها حتى زوج باش ما تنحمش، كنبغي نجبد داكشي على القياسي ماشي الكوب. المهم تقريبا 4 معالق ديال البزار بحال الحسن بسم الله، معلقه ديال التحميره، ديال التحميره صافي تشحر ونرجعوا ان شاء الله. الزيت بلديه، الزيت غادي هادي نسمع الفلفله، هي سوطيناها ما طيبناهاش بزاف، هي غير هذيك السوطات بشويه الملح صافي شويه صافي، نخليها حتى تشحر مزيان ونشوفوا ان شاء الله. ان شاء الله نديرها ورق سيدنا موسى نسيتهم انا غنديرهم دابا، واخا كاينين هنا عندي كاينين هنايا كي من السمين، ولكن حتى نعاود ندير واحد اخر الحوت كيبغي ورق سيدنا موسى. واخا كيفاش ولكن نسيت غير حاجات مهمين الفرماج بديت هذا نسيت، راه نسيت الفرماج الاحمر هو اللي غيكون في الجناب، هو داك المنجر اللي هي غنديروها، ولكن الفرماج الاحمر حتى هو حنا نسيتو حيت غنديرو في الجناب، والزعتر راه موتزاريلا نيت راه يقدروا يديروها في الجناب غير انا كنفضل هذا حيت كيجي هذا شويه واقف ما تيدوبش دغيا، هذاك غنديرو غير من الفوق. بغيتي تقولي حيت هذا كيجي بنين على الاخر الاخر ما فيهش مذاق، هذا كيجي فيه مذاق. هذا القيمة راه غنخلط معاه شويه ديال الهريسه ما يديرهاش، دير غير شويه التحميره وشويه ديال الكامون الا كنت عاد تخلطيه معاه. دابا هاد الهريسه فيها الملح فيها الحامض فيها كلشي، داكشي علاش كنخلطها معاه باش هادي مقومه ديال الدار صافي صافي كاينه في القناه راه كيشوفوها الناس ويجربوها. شويه نقيتي الزيت باش كنسمو حتى نسيتي الزعتر، الزعتر نسيت قبيله حطيتي راه قلتها الزعتر. دابا حتى في البسطيله شي بعض ما كندير له غير هكا وكنديرو في البسطيله بلا ما كنشحرو، هادشي هي دابا غنخليها هكا هكا حتى انا بديت ماما انا بديت شنو درتي دابا انا درت هذا باش شي سهله غير نجر نجر اللاطه نجرها باش نلاطه ياك وضروري داك الفينو كندير لها الفينو باش العجينه خمرات العجينه خمرات خمرات طلعات خمرات. دابا غنسرحها مزيان ان شاء الله ونقدها ونبداو نعمرو ان شاء الله. دابا نسرحو بالدلاك ونرجعو عاود نشوفو ان شاء الله. انتي شتينو؟ انتي شتي مبوقه بس زوينه كتجي ملي كطيب كتجي مقرمله في الفنه مع الدانون والزبده كتقرمل كتقرمله زوينه صافي. دوك الفينو دابا غير من التحت وشويه رشو من الفوق باش يدلكوها باش كتجي مقرمله ضروري شويه الفينو. دابا غادي نبدا نعمر ان شاء الله، نعمر الجناب فينو ولا صوص صوص نسيت داك البيض راه حيدت لها الصفر الصفر باقي غنحتاجو انا اللي ديك الشيته لا صوص هو لا صوص هو يجد نبقى نحط دابا هكا كلها ندورها كلها بحال 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 رزه بحال محنشه كلها ندورها هكا غير النسمه ديال هذا لاصوص حيت باقي غيكون الوسط. انتيا نبقى هكا حتى نكمل عاوتاني نرد عليك. دابا دورنا نشوفو انتيا شتي شويه بحال هكا باش تسمع كلو حتى ندور بيها حتى هو كله هكا ندير الفرماج احمر او موتزاريلا بحال بحال اللي عندك. دابا هذا اللي ما عرفش ياخذ القياس هنا، انا حيت انا راه شي خارج شي داخل كدير واحد الطبصيل ولا شي حاجه باش كتاخذي القياس. انا دابا عزيز عليا هكا عشوائي واش كنقول داك الزواقات. دابا البنات اللي ما غاديش يقدروا ياخذوا القياس ديري واحد الطبصيل ولا مول مول ولا شي حاجه باش تاخذي القياس باش ما تخرجيش على باش تاخذي القياس وانت مرتاحه. صافي دابا حطينا الفرماج، حطيت الفرماج كله بحال هكا. هذا البيض البيض ها هو البيض البيض غادي ندهن به هاد الجناب باش تلصق لي العجينه غير شويه
اللي ما بغاش ما يديرش، الا بغيتي تستغنى هاد البيض ما ديريش. دابا نردو داك الطرف، غادي نبقى نردو هاد الطرف فوق هنا، شتي شتي، نبقى نردو هاد الطرف وكنجمعو بالوسط. هادي هي بحال هكا، من بعد عاني كيدو هانتي كنضو بحال هكا لجيتي، هي كتجمعي بحال هكا. كملتها هاني دابا، هي شاده في البلاصه اللي فيها البيض باش ما ت هانتي. والله ضحكتيني انا قدام هانتي بحال هكا ساهله كتهبط ماشي واجده. خلاها دابا الفران طيب نص طياب وعاد نعمرها ان شاء الله. ان شاء الله هاد قدها جات شويه صافي صافي. ما كتسنينيش انا، راه قربت المغرب راه خصنا بالزربه ياك. صافي دابا طابت نص طيبه، نقلب دابا نص طيبه ايوا وسميتو صافي بدا نعمر. صافي دابا اش كيقولوا لي الجناب راه فيهم لاصوص فيهم الطوم فيهم الفرماج فيهم معمرين بلا ما معمرين مازال. دابا بقى لنا غير الوسط تنفخو، كاين اللي كيبغي اللي كذا ما بغاتهاش تنفخ هكا كتقبيها شي حس اختياري، ولكن ملي كتنفخ كتجي زوينه بحال البطبوط. اييه كتجي خاويه من الداخل. صافي دابا غادي نعمل يتقبو الوسط. لا الوسط اللي خصو يتقبى، الوسط اللي خصو ضروري يتقبى. نسينا حنا راه تقبناه وما قلنا لهمش. يلا صافي دابا غادي نبدا نعمر، نبدا ندير داك شويه ديال هاد طون طون اللي بقى لي قبيله. انا دابا تنهزر بحيت السرعة مشا الحال، بقات ربع ساعة على المغرب. لا بقات نص ساعة، نص ساعة باقي الحال. هادي كنبقي مغونة ساعة ما تنحطهم حتى هما. هانتيا حتى كنكمل تشي الزعتر هنا شنو انت ريحه خرجوا المهم خرج سخون سخن صافي نبقى نستف هكا حتى نسالي. قلتي الزعتر غتحكي من الفوق هو الثاني كاع ما يطلقش هذاك ديال الجوج اللي درتي فيه هنا ما يطلقش. لا دابا القمره على حسب كان بزاف راه كنشتفو هكا كان غير شويه كان غير كندردلو عليه هكا صافي كان هذا اللي موجود دابا مع القمرون غالي ما كيكونش موجود في هذا يعني عند كاع الاسر فيهم يديروا لي عندهم اللي كانت كنحتاج حتى الدجاج اللي كان الكفته اللي كان يبغى يديرها غير بالطوب راه كتجي زوينه. هو ما يديرش غير وحده، يدير شي جوج ولا ثلاثه حيت حنا دابا كنديروا داك الصغير، حنا كنديروا داك البواطه، حنا ملي كنقصدوا جوج ولا ثلاثه معناتها هذاك الاخر سميتو ايزابيل ياك راه كيصوبت انا في القناه اللي بغا كاع يصوبوا راسي طاح عليه رخيص كاع ديال عائلي يصوبوا راسو حسن راه صحاباتي. هو دابا حنا ما كيكونش متوجه لنا ديال الدار على حساب حيت كيخسر دغيا، يعني حنا ملي كنديرو كنسهلكو هذا كيكون فيه مواد حافظه يعني كيصبر صافي. يلاه بقات لنا دابا الفلفله و شنو اخر والكونفليكس. بسم الله هانتيا شتي حمر في خضر، انا غنزوق انا شويه نحلق شويه دابا طلعت شويه ديال الكانه خليني ندير لك الجوا ديري زوقيتي ديك الشيء زمان والو البيتزا ما كانش زمان ما لا لا كانت دائما كانت البيتزا غير كانوا كيصوبوها غير في برا اي قلت ما كانش في المغرب زمان زمان كل شيء كان غير هو دابا كان دابا الناس تقدمات بزاف دابا دابا كل شيء كيتصوب كل شيء كيعرف يصوب راسو صافي باش دابا هذا غير صفر البيض غير صفر هذا اللي بقى لينا من داك البيضة خديت البيض درتو في الجناب الداخل وهذا الصفر نديرو في الجناب واخا دابا اللي بقى هو الزيتون والموتزاريلا حتى الاخر والزعتر والزعتر ما عندك نسى شي حاجه
لا لا كلشي محطوط هنا باين. قبل نسيت ما حطيتش الزيتون، ولكن الزيتون باينه كاين واحد كيدير فيها الزيتون، اما كحل اما خضر اما كاين كاع اللي كيدير داك الشمس. هما حتى دابا الحقن الاساسي حتى الموتزاريلا حتى هو راه يديروا في جناب بالنسبه للحمر. حنا دابا حيت صابعنا الحمر درناه في جناب وخلينا الموتزاريلا للفوق، اما هو اما هو اللي عنده راه غادي يديروا في جناب وفي الوسط. شي مشكل راه كيجي كاع احسن، راه افضل. واش هي هادي تحسن عينيا شويه، ندير له شي شويه كيجي زوين، كيجي مقرم من داك الشرفين. اللي بغا يدير هاد الطريقه راه كتجيب لكم فليكس زوينه. انا كنحطكم كندقدقو بيد بسبعه نتذكر هذا الكونفليكس، هذا السيك اللي اللي بالضرا اللي في الصدره اللي ما فيهش السكر، فيه السكر نسمع كيجي مع كلشي. هذا كياكلو صحاب السبور، هذا كيدوز شحال دير بها الحلويات ودير بها كلشي. كندير بها انا الفخار ديال الدجاج كيجي رائع. ندخلها عاوتاني واحد شويه ونعاود نخرجها نكملها نكملها سميتو طياب نكملها المسائل اللي بقات. بنت موتزاريلا كتحرق معروف، غير شويه الصاد خرجناها هي طابت صافي وجدها. دابا دابا غندير لها هذا ما حدها سخونه نردوها للفران هكا يذوب. لا لا ما تشعلوش، لا لا مزيان صافي. دابا طردي غير واحد ما حدو سخون طفي الفران طرديها على ما توجدي الطبيصلات والمسائل باش تكال صافي ما توليش شعلي عليه. هادشي صافي ندير هادي والزعتر صافي هي وجدات صافي. ندير الزعتر والزعتر راه حكيتو صافي هي وجدات. ندخلها دابا في ديك السخونيه على ما نوجد الطبيصلات صافي نحطها ان شاء الله. ان شاء الله الله عليك. هاي بارك فيك هي وجدات البيتزا ديالنا بزاف غزاله بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه بالصحه والراحه يا وجدات. الله يعطيك الصحه كتجي مقرمله الجنه كورنيشان. يلا ان شاء الله يلا حلي لينا. بسم الله كتصوب بالموس حيت ماشي بحال شي بجراره تاهي كي مقرمله كتجي رائعه رائعه. كيف حققيه حتى نحط فوق الخشب عاد كنقطعها غير دابا باش حطيتيها في هاد التوصيل. ماشي مشكل حنا نوريها لهم وصافي. هانتي صافي هاي تقطعات. يعطيك الصحة الصحة وراحة. هاهي هاهي شتي كي دايرة في فنة تا المذاق تتجي واعرة مع داك القمرون تيدير فيها واحد النسمة زوينة. وهاد البلاصة هي عامرة كتبان عامرة. هانتي شتي عامرة لا في الفرماج حمر. حتى العجينه راه كتجي فتيتيا كتجي مذاق ديالها زوين كتجي المذاق ديالها تقريبا بحال البطبوط كيدوب في الفم. تجربوها ان شاء الله وغادي تعرفوا الفرق. ماما شكرا شكرا على هاد الوصفه في حلقه اخرى ان شاء الله. الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.